اللهم طولك روح. خلاصة الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدا ما اعترفت انكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهف تلك اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهف التلت ده يا غبي تديه لامك؟ امي انا ما بتكلمش عن نفسه بس، انا بتكلم نيابة عن كافة الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام امانة يا غبي. كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي.